ننتقل مشاهدينا الكرام لإذاعة خارجية لإذاعة مراسم استقبال الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون في مطار القاهرة الدولي، وفي استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة. تأتي زيارة الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون لمصر تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتعد زيارة الرئيس اللبناني لمصر زيارة مهمة لما للبلدين من علاقات استراتيجية وتاريخية ممتدة. فمصر لها دور بارز تجلى على الساحة السياسية في لبنان قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، وأدى فيما بعد إلى تسهيل إتمام الانتخابات. ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري الذي حظي وما زال يحظى بدعم مصري. تأتي أهمية زيارة الرئيس ميشيل عون إلى مصر انطلاقا من إدراك المسؤولين اللبنانيين لدور مصر الكبير على صعيد الملفات العربية، لا سيما على صعيد الأزمة السورية وما يمكن للقاهرة أن تقوم به لإعادة توحيد الصف العربي. أما على صعيد مكافحة الإرهاب الذي يعتبر عنوانا من العناوين الهامة التي ستطرح في صلب مباحثات عون بالقاهرة، نظرا لمدى تأثر كل من مصر ولبنان بهذه الآفة المشتركة. تتفق مصر ولبنان على العديد من الأولويات، ومن بينها ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة المتعلقة بعملية السلام، وأيضا أهمية إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار لكل دول المنطقة، إضافة إلى مواجهة آفة التطرف والإرهاب بكل حسم وعزم، ليس أمنيا فحسب بل فكريا واجتماعيا وسياسيا كذلك. تابعنا مشاهدينا الكرام مراسم استقبال الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون في مطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله كبار رجال الدولة. متابعتنا الإخبارية مستمرة معكم، وخاصة للقمة التي تعقد بقصر الاتحادية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره اللبناني العماد ميشيل عون.